ما زلنا نتأمل تأملات تاريخية، نأخذ العبرة مما حصل في الحالة المصرية بعدما جاء العم نابليون بجنوده إلى الساحة المصرية، وأيضا بعدما جاء ما بعده طبعا جم الإنجليز. ودائما مصر تتعرض لهذه الحملات وتبذل كثير من الدماء والتضحيات، ولكن في النهاية لا نحصل على منتج صلب. مهم نفرق جدا بين حاجتين عندما نتعرض لمسائل التغيير وبناء القدرة في المجتمع. في حاجة اسمها المكسب الصلب، حاجة اسمها المكسب الهش. المكسب الهش بيعقب يعني غالبا يكون عاطفي، تظاهرات كبيرة جدا، هياج في الشوارع، انتفاضات يعني، وحراك لا رأس له ولا قدم، قائم على العاطفة والاحتشاد والنزول. وبالتالي عندما تنفض المولد وينتهي الناس يعود السيستم القديم سواء الثقافي أو الإداري ويمارس عمله وتذهب تضحيات الناس سدى. أما المنجز الصلب قائم على بناء القدرة، على الإجابة عن سؤال المستقبل، سؤال العدالة الاجتماعية، سؤال الكرامة الإنسانية، ما الذي مطلوب أن نحدثه كي ننزل فضاء العدالة من السماء إلى الأرض؟ هل يعني ضبط المعاشات، ضبط الرواتب، عمل تأمينات جديدة، توسيع الفرص العمل؟ هل يعني فكرة التنمية أن أطعم الناس يعني طعام يومي بطاقة تموين، ولا التنمية هي إتاحة الفرص للناس لتعمل؟ دول مفهومين مختلفين جداً. المكسب الصلب في مجتمعاتنا سينبت من هذه الزاوية، عندما نتحرك على بناء القدرة، الإجابة على الأسئلة. إذا جاءت فرصة للتغيير تسمى الجاهزية، الجاهزية جاءت معها الإمكانية تنتج منتجا سميها مكسب الصلب، زي الحالة الأمريكية. الحركة السود في أمريكا لما تحركت وقامت ضد التمييز البيض، نعم ضحوا مثلما ضحينا، بذلوا دمائهم، لكن تغير الدستور الأمريكي، أصبح هناك في رئيس أمريكي أسود، أصبح السود مثل البيض في الحقوق، في التعليم، في الصحة. تحولت التضحية في المجتمع الأمريكي للسود إلى مكسب صلب لا يمكن تجاوزه ولا إلغائه ولا القفز عليه. إحنا للأسف كل منجزاتنا الاجتماعية هي تنتمي إلى خانة المكسب الهش الذي يمكن أن يذهب يعني أدراج الرياح، لأنه لا يبنى على أسس وعلى مفاهيم حقيقية وقوية، سواء من علم الاجتماع، سواء من القدرة الاحتشادية، سواء من القدرة العسكرية. فأعتقد أني كانت لحظة الثورة الحملة الفرنسية وما تبعها أظهرت أننا مجتمعات بارعة جدا في الحماسة، في العاطفة، ومش غلط، لكنها تؤدي إلى مكسب هش. لكن حماسة وعاطفة مع قدرة تؤدي إلى مكسب صلب، يجعل الأجيال تبني على منجزات الأجداد. أعتقد ملمح مهم جدا أن نفرق بين المكسب الصلب والمكسب الهش.